بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا آمرا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر الكلام، كان يحب صلى الله عليه وسلم الطيب، يحب إيش؟ الطيب. هذا من آداب المعيشة وأخلاق النبوة، ويكره الرائحة الرديئة. ومن يحب الرائحة الرديئة؟ بعض الناس ثقافة، بعض الناس الحمد لله ليسوا منا، ولا تحدث عن أهل فلسطين، ولا تحدث عن القوميات، ولا تحدث عن أناس ليسوا منا، بس نقطة، أناس ليسوا منا، ابتلينا بالجلوس إلى جانبهم في الطائرة 12 ساعة ورائحة قاتلة، وراها إيش؟ قاتلة، وكأنه لم يغتسل، وكأنه لم يسمع بالماء، ولم يسمع بالصابون، ولم يسمع بالاغتسال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الإسلام وأن يغتسل منذ أول لحظة، أنه لابد أن يغتسل، مش هيك؟ يحب الطيب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حببوا إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حلو الطيب، والطيب على الوسخ لا ينفع شيئا. واحد بده يرشرش حاله ويغطي، شو بده يغطي؟ قرأت عن أهل فرنسا الذين اشتهروا بصناعة الروائح والعطور، هذه قضية الاغتسال. الأمراض الجلدية في أوروبا كانت تنخر نخر في القوم، وكانت العطور للتغطية. بلد الحرية والإخاء والمساواة، ثلاث شعارات للثورة الفرنسية: وإن كنت مسلماً هناك فلا حرية ولا إخاء ولا مساواة. دولة حاطة في مخها بدهاش هالبنات يلبسن هالها يغطين الرأس، والحجاب مفهومه. لا تدرس، ممنوع تدخل المدارس نقول بالحجاب هو الخمار، ممنوع الوظيفة تدرس، وممنوع ممنوع ممنوع. وإذا لبست لباس كامل نزلت فيه إلى الماء، في غرامة عليها، تعتقل. دولة دايرة وراء امرأة عفيفة شريفة تريد أن تغطي، هذا الفعل رائحته منتنة. بعض الأفعال رائحتها إيش؟ منتنة. بعض لما صدر القرار بالمنع، بعض البنات هناك، بعض البنات قامت حلقة الشعر على الموس احتجاجا. في تركيا تغيرت الأمور، ذهبت إلى مؤتمر واصطحبت معي ابنتي الكبيرة في ذلك الوقت منذ سنوات طويلة، عند باب الجامعة حينما أردنا أن ندخل أوقفونا عند الباب. أنا ظننت أنهم سيحضرون مثلا إنسانا من العلاقات العامة هو الذي سيصطحبني إلى قاعة إيش؟ المؤتمر. ابنتي فيما بعد قالت لي أنها أحست، لما عرفت ولم أعرف،
القضية أنه كانوا يمنعون الصبايا النساء أن تدخل الجامعة بالغطاء الرأس، ولأنها ضيفة سمحوا لها على أن تلبس، يعني في رقبتها أنها إيش؟ ضيفة. وقالوا لنا أن هنالك مثل الغرفة، مثل المخزن، مثل على قارعة الطريق تغير فيه البنات المحجبات، تخلع فيه إيش؟ يعني خمارها قبل أن تدخل الجامعة. المهم لا يبدو عليه رائحة الإسلام. بعض هؤلاء النساء لبس مثلاً الباروكة، الشعر المستعار الملون تلويناً عجيباً غريباً، أشكال باروكة غريبة عجيبة، يظهر منها الاحتجاج. يظهر منها إيش؟ الاحتجاج. وزوجة أحمد دافوتوغلو رئيس الوزراء، ارجعوا، أحمد دافوتوغلو رئيس الوزراء الذي كان، زوجته كانت تغطي رأسها، وكانت طبيبة، وكانت يجب أن تكمل، فماذا تفعل في المستشفى؟ تشتغل ليلا مثلا. أرأيتم إلى أي درجة كانت المسألة صعبة؟ أرأيتم بعض الولايات في ألمانيا منع النساء من التدريس المسلمات إذا كانت تلبس، وسريلانكا عملت مثل ألمانيا منعت البنات النساء، والآن في الهند طلعوا على البنات والنساء ممنوع تدخل الجامعات، والضرب والهدم والتقتيل والتشريد وسحب الجنسية، وحدث ولا حرج. ماذا قالوا؟ تأبى الرماح إذا سمعنا تكسرا. نعم، مش مجتمعين. الأعواد، الأعواد إذا جمعتها لبعض البعض في لحظة معينة أصبح من المستحيل أنك إيش؟ تكسرها. تفرقت الأعواد عود عود، وقلت يوم أكل الثور الليلك لونه أبيض، لونه أحمر، لونه أسود، تفرقنا فأكلونا، وكأننا ننتظر إيش؟ حفلة الشواء أو حفل الشواء، كأننا ننتظر إيش؟ حفل الشواء. نظن وجودنا في حفل الشواء، نظن إنه إيش؟ بدنا نأكل زي ما بأكلوا الناس، طلعنا إحنا اللي إيش؟ العزوم علينا. بإمكانها أن، يعني زي ما قلنا لك، البنات احتجوا بأشكال مختلفة. أما تيجي تقول أنت لملايين بعض الناس قال تقعد في البيوت، هذا لا يصح. بالمعنى افهم علي أنا شو أقول، يعني تيجي أنت على أمي تقول لها أقعدي في البيت، أنت تريد لزوجتك لابنتك أن تعرض على طبيبة نساء ولا على طبيب نساء فيما يخص طب النساء؟ عاد دكتورة. طب كيف تصير دكتورة إذا قاعدين في البيت؟ صح ولا لا؟ واضح؟ يعلم بنتك أستاذ ولا معلم؟ فيس عليها. نعم، لما قالوا الطيب، وهو برضو إيش؟ بدنا نحدد إحنا ما الطيب. الشيخ عمر الله يجزيه الخير مدير المسجد، بعض الناس
حط لنا مثلا عطور منيح في البلد اشتهرت انها عطور المشايخ، ما اشتهرت على انها طيب، اشتهرت على عطور ايش؟ المشايخ. فسمعت الشيخ عمر يقول مرة منذ زمن، قال هذه العطور يعني ذاك من اللي بوجع الرأس، يعني يبدو في نوع ايش؟ يوجع في نوع يوجع الرأس ونوع لا يوجع. وأمامي حصل تعليق، قيل أمامي هذا الطيب من العود، فقال شخص آخر نعم عرفت أنه عود لأنه نخزني. يعني لا عود، يعني يبدو أنه خبير بالمسألة. طيب، ويجالس الفقراء، يجالس ايش؟ الفقراء، ويؤاكل المساكين. مجالس الفقراء ومؤاكلة المساكين، مجالسة البسطاء، الفقراء، المساكين، العمال، الامتحان أنا أسترسل أتوسع، مرات يعني على أيام الشباب كنا نشتغل في ورش العمار في الأبنية، صحيح؟ فكان جو هؤلاء بسيط جدا، وفيه محبة وفيه تودد وفيه مزاح مقبول. فإذا تركت الفقراء والمساكين والبسطاء والعمال و و و ما منقول انقطعت الأمور، لكن ذاك الجو الذي فيه أريحية قد يكون ولا. ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبر لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. صل رحمك، صل إيش؟ رحمك. ثقافة أهل البلد لدينا أن الرحم نساء، يعني عزيمة الرحم، دعوة وليمة الرحم في رمضان أو شعبونية في شعبان استباقا وليس تكرارا، نساء الأخوات مثلا، أخوك رحم، أخوك إيش؟ رحم. والأعمام والأخوال والعمات والخالات، إذا كان لديك قدرة أطعم، صل رحمة. طيب، إلا ما يكون في شيء بسيط زرهم. نعم، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عند بني إسرائيل، يعني هذا لا تفعله الأنبياء، هذا حد علمي. كيف قلنا عن سيدنا المسيح عليه السلام أنه في الأناجيل بيت فاجو، بس كلمة فاجو مثل كلمة فج، كلمة تين، القصة قصة التين، جاع فراتينا فلم يجد عليها ثمرا فلعنها، هذا ليس فعل المسيح سيد المسيح عليه السلام، ولا يمكن قولا واحدا للمسيح عليه السلام ولا البقية الباقية. قصة سيدنا يوسف عليه السلام تعرفونها،
عندهم أن الأخ الشقيق، الأخ إيش؟ الشقيق، عشرة إخوة غير أشقاء وأخ شقيق قالوا اسمه بنيامين، واضح؟ حينما وصل إليه، حينما وصل إيش؟ إليه مع إخوته مع البقية الباقية، وضع له الطعام مضاعفا في صحنه في آنيته. هذولاك حصة حصة، ولبنيامين إيش؟ حصة. هذا لا تفعله، لا يفعله الكرام، هذا لا يفعله إيش؟ الكرام. لديك ضيوف، وزع الاهتمام على جميعهم، وخص كل واحد حتى يصل إلى الذي تريد أن تخصه، مش هيك؟ خص كل واحد وابدأ بهم حتى تصل إلى الذي تريد أن تخصه، لأن القلب عمالك بتفتفت لفلان وإحنا صح؟ كان هنالك وليمة كبيرة، وكنت مع أستاذين، مع دكتورين الله يجزيهم الخير، حفظهما وحفظكم جميعا وأهلكم ورحم أصولكم وفروعكم ورحمنا جميعا. كانت وليمة كبيرة، قالوا لنا تعالوا أنتوا تفضلوا أجلسونا وحدنا، خصونا ولا ما خصونا؟ خصونا. فالنفس قالت، شوف النفس، النفس الأصل فيها تأتي بسيناريو وتأتي بسيناريو آخر، تأتي بسيناريو وتأتي بسيناريو إيش؟ آخر. لا، لم تأتي إلا بسيناريو واحد، إنه هنالك تخصيص فيه إيش؟ يعني الآن المنسف جاي و... فأتونا بأرز بلا لحم، واعتذروا لنا الثلاثة وقالوا أنهم قدروا أننا هذه المجموعة تتحمل عدم وجود، يعني انتهن، صرفوا ما صرفوا على الناس وقالوا هؤلاء بإمكانهم إيش؟ أن يتحملوا. نعم. لا يجفو على أحد صلى الله عليه وسلم، الجفاء. في لغة العرب إذا اشتركت الكلمتان في حرفين اشتركتا في معنى من المعاني، جفاء، جفاف. جفاء، جفاف في المعاملة. يصير الحكي هذا مع الحبيب والقريب والجار والأب والابن، يقبل معذرة المعتذر إليه، واحد قال لك آسف انتهت. خذ بظاهر الأمور، لا تقل الله أعلم ما في، ما أصلا الله أعلم ما في قلوب الناس. الحمد لله أننا لا نعلم ما في قلوب الناس. أتعلمون لماذا لا نريد أن نعلم ما في قلوب الناس؟ لأننا لا نريد للناس أن يعلم ما في قلوبنا، مش هيك؟ لو تكشفت الأمور ما زوجنا ولا تزوجنا ولا تاجرنا ولا سكننا ولا استأجرنا ولا أجرنا ولا خربت. الحمد لله الذي ستر، اللهم أتمم سترك علينا في الدنيا والآخرة. وهذا في حديث متفق عليه، يقبل معذرة المعتذر إليه. يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. لا تدخل الجنة عجوز، ذاك أن البشرية يعودون إلى عهد
يعني الشباب يدخلون شبابا، وهذا من نعمة الله عز وجل على أهل الجنة. الذي في عينه بياض قال حقا، ولكن هذا لا يعني أنك تروح إيش يعني تشتغل في قضايا الفكاهة والنكات ليل نهار. شو بتحضر؟ خلينا نفرفش مرة مرة بدها، إن كان هنالك شيء يعني يبسط فليكن، لكن في نفس الوقت بدها شوية جدية. هذه الحياة بحاجة إلى جدية. للدلالة على الاعتماد على الذات وقضية استنهاض الهمم وضعوا صورة لرجل بترت رجله من أعلى الفخذ وبقي لديه رجل، وقد اتكأ على عكاز، يعني رجل والأخرى متكئة على عكاز اللي هي البقية الباقية، وضعها فيما يشبه العكاز وهو يحفر أرض ترابية. واضح أنه قد قطع شوطا وهو إيش يعمل بالحفر. قلت أتفق مع المقولة التي تتحدث عن استنهاض الهمم، ولكن في أي مجتمع يحترم نفسه ويراعي مثل هذا الإنسان كان يجب على المجتمع أن يكرمه ولا يدفعه للعمل وهو مقطوع إيش الرجل، مقطوع الرجل إلى الأعلى. هذا ليس دليلا على صحة المقولة، بل دليل على قلة حياء المجتمع. لا يصح، لا يصح. يجب أن نصل بمجتمعاتنا، ويمكن نبدأ بمجتمعنا، كما أن هنالك تأمين شامل يجب أن يكون عند الفلسطينيين، تأمين شامل. إذا كان يعني هذا البلاد الإسكندنافية عندهم ضرائب من أعلى ضرائب الكرة الأرضية، لكنهم من أسعد المخلوقات باعتبارات الدنيا. ليش؟ كل شيء مضمون. واحدة بدها تروح تنجب خذي سنة، الزوج خذ كذا، أرملة مطلقة عندهم إيش ضمان اجتماعي، تأمين صحي موجود. إنسان يريد أن يغير المهنة خذ 6 أشهر إجازة بدون مرتب ومضمون العودة إلى الوظيفة إذا أراد مثلا يجرب عالم التجارة. فشل في عالم التجارة بإمكانه أن يعود إلى العمل. ليه؟ فليكن. والتعليم في تلك البلاد ليس فقط مجانيا. كنت من مجموعة في جامعة برلين الحرة، كان لي مشاركة، وكان هنالك طلاب من دول مختلفة، يعني وقابلت الجامعة أحد الطلاب في برنامج الدكتوراه مع معاش، مع إيش؟ هاي معاشك يعني مش بس المصروف. تفضل، عندك ما يؤهل للدخول في البرنامج وهي معاشك. تفضل. ليش بيعملوا هيك مع الطلاب؟ لأن المتعلم في الأخير يصب في اقتصاد البلد. يعني شوية ممكن الأمور تقول طب كيف إحنا ندفع أجور الموظفين والأساتذة ومصاريف الجامعة؟ تتحمل الدولة قليلا، في النهاية يصب في وادفعوا باتجاه المهن. جاءني طالب قد أنهى التوجيهية أو كاد، قال ماذا أدرس؟ قلت ابحث عن سوق العمل قبل أن تدرس، وبلاش قضية بحب وبحبش، بلاش الدلع هذا.
تدرس قضية بتحبها وبعدين تقعد ما تستطيع أنك تجد وظيفة، زي العلوم الإنسانية بعضها عشرات آلاف الخريجين لدينا وكل اللي موجود وظيفتين وثلاث مرات في السنة. يمزح ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقه، يضحك من غير قهقهة، متفق عليه. يرى اللعب المباح فلا ينكره، مثل الأحباش في المسجد، وهو لعب أقرب إلى التدريب منه إلى اللعب، وعلى كل. وعند البخاري ويسابق أهله وترفع الأصوات عليه فيصبر، يسابق أهله. قال لي الصحابة الكرام أن يتقدموا، وتأخر هو والسيدة عائشة رضي الله عنها وسألها تسابقيني، فسبقته صلى الله عليه وسلم أول مرة. ثاني مرة كانت قد اكتنزت، كانت خفيفة اللحم في الأول، وزنها خفيف. ثاني مرة اكتنزت فسبقها، فقال هذه تلك. حلو إنها يكون في رياضة، حلو إنها سابقها، بس مش حلو إنها تنزل هي في وسط البلد يوم في نص المدينة وقاعد بتركض بتسوي رياضة نصف عارية، أقرب العري منها إلى الاحتشام، وبتلعب رياضة ركضا على بسكليت على اللي بدك إياه، يلعب رياضة فليكن. لكن ما جتش إلا في نص البلد أمام جميع الخلق. هذه هي حتى في البرد الشديد، وكأن الهدف له الرياضة ولا ما يحزنون، الهدف هو إظهار مفاتن الجسم. الرجال يلبسون إيش؟ المعاطف، برد شديد، ثلج، وهي تظهر، الهدف هو الإظهار. عينك عين. ويسابق أهله صلى الله عليه وسلم، وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها، متفق عليه. بعض الأحاديث اختلفت في مكان وعدد، لكن كان له يعني بالليل لما ترجع هل الغنمات يحلبوا ويشربوا من ألبانها، وله عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ضعيف. كونه لا يترفع صحيح معنى، وأنه صلى الله عليه وسلم حررهم جميعا صحيح، وأنه مثلما درسونا ومنذ نعومة أظفارنا أن الإسلام جاء ليتخلص من هذه القضية، قضية الإماء والعبيد، صحيح. الصيغة، الإسناد لهذه الصيغة لم تصح، ولكن صح عند مسلم: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. الحديث لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لابد له من صلاح نفسه صلى الله عليه وسلم. وكيف يمضي عمل لا فائدة فيه؟ كيف يمضي عمل لا فائدة إيش فيه؟ مثل ورق الشدة، ترجع انت من العمل والعمل فيه بعض الرائحة الكريهة، بتغتسل، تخرج بهذا الاغتسال الطازة بالرائحة الطيبة لأصحابك في القهوة في المقهى، وبتلعب معهم ساعتين ثلاثة شدة، مليح ومش مليح، ثم تعود لها الآن برائحة ايش؟ الدخان من المقهى. صير الحكي هذا. بعض الناس في مقهى أمام مسجد رأس العمود الحي عندنا، بعضهم
لما توصل للأذان الله يجزيهم الخير على هذا ويغفر لنا جميعا على ذلك. بعضهم عند الأذان شو بيعمل؟ بيقلب الورق الشدة بروح بصلي وبرجع بيبدأ من محل ما انتهى، وكأنها وظيفة وكأنها وظيفة. وإن لحق بذلك قمار، كذا تقول كيف قمار؟ ومرات بيلعبوا على طلبيات، المقهى مش يعني ليس مجانا، فإذا لعبوا على الطلبيات هذا حرام. إذا تسالي إضاعة الوقت في حد ذاته كيف يضيع الواحد فينا وقتا لا استفادة دنيا حلالا محضا ولا آخرة. وإن كان دنيا حلال محض مباح فهو إن شاء الله غير النية ويكون باعتبارات آخرة. مثلا نزلت أنت للحديقة بستان البيت، ما في عندك بستان، يعني بعض الصيص هنا كذا، احنا نقول قوار زراعة، زرعت فيه سم الله وانوي بذلك أن يعني يستفيد منه النحل، تستفيد منه الفراشات، العصافير إلى آخره. فأكون من جهة والنفسية تتحسن مع الجلوس بين الشجر وبين الخضرة. لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لابد له من صلاح نفسه. يخرج إلى بساتين أصحابه، وفي الحديث إلى بساتين كثير من أصحابه، منهم أبو الهيثم ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. وأبو أيوب الأنصاري مدفون رضي الله عنه على بوابات إسطنبول، على بوابات إيش؟ إسطنبول. طلب من أصحابه أن يحملوه إلى آخر مكان يصلون إليه، وكأنه رباط رابط وجاهد ونافح ودافع وهو على قيد الحياة، وكأنه أراد أن يرابط بعد مماته عند آخر ثغر من ثغور المسلمين في ذلك الوقت. الإمام الغزالي يذكر أحد الصوفية وكان له جهاد في حياته، أن عندما حضرته الوفاة طلب القوس، طلب إيش؟ القوس، واتكأ عليه وتوفي وهو متكئ على القوس. يعني أراد أن يخرج من هذه الدنيا وهو على هيئة المجاهد، كان له جهادا على وجه الحقيقة. ثم حينما إشارات تنبيهات رسائل وصل، علم أنه يحتضر، فطلب القوس واتكأ عليه حتى تكون له صورة يبعث عليها إن شاء الله. نعم، لا يحقر مسكينا لفقره وزمانته لمرضه. الزنن يعني الذي به مرض لا يبرأ منه ولا يهاب ملكا لملكه، ولم أقل لملكه لأن الملك لله عز وجل، والملك هو ما يدور من يد ليد، يكون في يدك اليوم وفي يدك ويد غيرك غدا. تقول مالي مالي وليس لك إلا الحساب أو الثواب، فالحساب فيه ثواب وفيه عقاب، لكن من نوقش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. وللحديث تتم إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.